أبي عطال الإسكندري يعني في التعاريف يقول: لا تصاحب من لا ينهض بك حاله إلى الله سبحانه وتعالى. الله, الله أكبر، جميل جدا. ولا يدلك مقاله على الله سبحانه وتعالى. الله. هذا كلام عن إيش؟ عن الصاحب. يعني الآن سبحان الله في مثل عندنا منتشر بين الناس وبين العامية: الصاحب ساحب. ساحب. الآن لو جلست مع التاجر أو مع التجار تتمنى أنك تصبح إيش؟ تاجر، لأنه كل كلامهم فلوس، تجارة، طلع العقار، نزل العقار، زادت الأسهم، نزلت الأسهم، فلوس. لو جلست مع أهل القرآن والحفاظ الأتقياء الأنقياء تجد نفسك تواقة للجلوس مع هؤلاء. الله. تريد أن تكون مثله. الله. أهل القرآن حفظا وأدبا وسمتا وقارا وتلاوة، صوت سبحان الله من يوم تراه يطمئن قلبك، كلامه عن الله، صوته يذكرك بالله، حركته قرآن يمشي على الأرض. الله. هذا هو الصاحب. والله الذي نحتاجه إحنا في هذا الزمن بالذات أنك تصاحب من هو أعلم منك وأعلى منك قدرا ومكانة، تستفيد من أدبه، من سمته، من كلامه، من قراءته، حتى في سفرك تستفيد منه.